أكلات من الجهات في مطبخ الحياة. عسلامة، مرحبا بكم أعزائنا المستمعين اللي برونشي معنا على 90.3 أكلات من جهات. الجمعة هذه باش تحط رحالها المدينة عندها حضارة من أقدم الحضارات، وفي قديم الزمان ناسها تعرفوا بالعدل والسلام. نحكيوا على بوابة الصحراء وأقدم مدينة في القارة السمراء. كبسة باللاتيني تسمات وقفصة بالعربي ولات. من الرومان البيزنطة بدات حكايتها البلاد وتبنات، والحواض الرومانية اللي في قلب المدينة تزينت وروات وحاتها وثمرت بالخيرات. طويلة الأيام وسنين وتعدت بها برشا حكايات، تبنى برجها الكبير وحماها من جميع الهجمات والحروبات، وبقى جمعها الكبير اللي منقوش بالكلام الكريم شاهد على تاريخها العظيم. بلاد الفستق والرمان والمشماش، ناس العز والجود والكرم وأحلى الاستضافات، وكانك على القداء تهنى في قفصة ذوق أبن قريفطة وأعز حسام مستورة. وبالطبيعة معانا مدام راقية المرابط باش تسهل لنا المكلات هذوما. عسلامة، مرحبا بيك مدام راقية. أهلا بيك أروى، مرحبا بيك. أنت يعيشك يا أروى، منورة ديما. يعيشك أنت زيدا، يعيشك يا أروى، ميرسي. اليوم مش يكون اتجاهنا لمدينة قفصة. إيه، قفصة عندها برشا أكلات باهين، وهي أصلا مدينة ياسر جميلة ونساها مقديين على الأخر. ديجا فما أكلات عندهم أول مرة مش نتعرفوا بهم ونشوفوهم، وإن شاء الله معناها تنال إعجاب السادة المستمعين. عنا كما قلنا الساعة قبل ذي الكل نتعداو للمسابقة متاعنا اللي هي من إهداء نجمة اللي مشيختنا نجمة كل جمعة معناها تعطينا كدوات مزيانين اللي حكينا عليهم ديجا المرة اللي فاتت. نطيب ديجا طيبنا بهم اللي هي الهريسة والطماطم متاعهم متاع نجمة بنينة على الأخر. دونك توا نخرج ونشوفوا شكون ربح في المسابقة وبعد نرجع. عسلامة. عسلامة، مرحبا بكم. نتعرفوا باسمك؟ حميد حسير. مرحبا سي حميد، انا توا مش نعطيك منو يطيبوه في ولايه من ولايه تونس، وانت نشوفوك تعرفوها ولا الولايه. عندنا القريفطه، العصيده بالمرقه، حسام مسطوره وسليقر. باهي، نعرف منهم حاجات. حسام مسطوره هذا اختصاص قفصي، مرتي قفصيه. انت من قفصه؟ انا من قروه. انت مرتك قفصه؟ باهي. حسام مسطوره في قفصه، كيف كيف العصيده بالمرقه زاد يطيبوها القفاصه وتوازريه برشا. هذا معناها انت ايش تقول؟ شنو الولايه؟ ولايه قفص. ولايه قفص، باهي. تبعنا نهار لحد ان شاء الله في اكلات من الجهات، ان شاء الله تكون انت من الرابحين. ان شاء الله. عسلامه. عسلامه. نتعرفوا بيك؟ عدنان الغابي. باهي، سي عدنان، انا توا باش نعطيك منو طيبوا ولايه من ولايه تونس، وانت باش تطلع لي شنو الولايه حسب رايك وين تطيب هذوما. عندنا القريفطه، العصيده بالمرقه، حسام مستوره وسليقه. فتوزه. تقول انت ولاية توزر. تبعنا نهار لحد في اكلات من الجهات، وان شاء الله تكون انت من الفايزين. شنو اسمك؟ محمد قرشي. سي محمد، انا توا باش نعطيك المنيو هذايا، وانت ما عليك نطلع لي شنو الولاية من ولاية تونس اللي طيبوا. عندنا القريفطة، العصيدة بالمرقة، حسام مستورة وسليقة. المستورة هي راهي القطانية، ماني سهلتك. شنو الولاية؟ ولا نقرب بالنسبة للحساب العصيدة بالمرقة. تسمى ظهر لي بازين، ظهر لي هكا. ممكن الجنوب او الجنوب الغربي، معناها نقول احنا قفصه ميلاء. قفص. اجابتك قفص. ان شاء الله. تبعنا نهلا حتى في اكلات من الجهات، وان شاء الله تكون من رابحين. عسلامه. اي مرحبا بك. نتعرفوا باسمك؟ المولدي سعد الله. سي المولدي، انا توا باش نعطيك اكلات من ولايه من ولايه تونس طيبوها، وانت تقول لي شنو هي الولايه. عندنا القريفطه، العصيده بالمرقه، حسام مسطوره وسليقه. هذه من شيره قابس. قول انت ولايه قابس. ولايه قابس. تبعنا نهار لحد في اكلات من الجهات، وان شاء الله تكون من الرابحين. اه ان شاء الله. وهذه كانت نص المسابقة متاعنا. بالطبيعة عنا فايزين المرة هذه، نشوفوهم آخر الحصة. ديجا مش نعملوا تيراج صور كالعادة، وإن شاء الله مش نشوفوا آخر الحصة شكون الرابح. نرجع توا المنيو متاعنا مدام راقية، اللي هي كما قلناها القريفطة، العصيدة بالمرقة، حسام مسطورة، السليقة، وانتي زدتنا بيان سور من جهة قفصة هي الهريسة الحلوة اللي هي معناها بالطبيعة. أيوة، عارفين بها هما. بالطبيعة يلزمنا حاجة حلوة، معناها استنسنا بها الحاجة الحلوة. شو حليو ديما. نبداو بالقريفطة. باهي. اللي هو اسم تحسه هكا مش متداول برشا، ما نعرفوش برشا. احنا القريفطه هو احنا كي مشينا وشفنا حكينا معاهم. هي سيت اون سوب ا باز دو بات.
بالعجينه بالعجينه ديجا العجينه يخدموها هما يخدموها هما صحيتك والعجينه هذيا يخدموهما بالسميت وملح وماء اكاهو فهمتني يعجنوها واروع كيما الخبز كيما الخبز نتاعنا بلاش زيت يعملوها ومن بعد يحلوها بالقلقال 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 على الاخر حتى تحسها كي الرشته هي من بعد كي تتبيك هاك انا دايوغ كتبناها احنا هي راي تشبه ياسر الرشته نتاعنا احنا نتاع تونس والكل نعملوا رشته يحلوها وبعد يقصوها كيف الرشته هكا طويله 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 ويخليوها ترتاح شويه يغطيوها افيك كاين سيرفيت هوميد بمنديله شويه منديه شويه باش ما تشيحش ويقعدوا هما يحضروا لاصوص نتاعهم لاسوب نتاعهم فهمت كيفاش حلو بنينه برشا هذيا معناها توجور نمشيو احنا ريت يعملوا لي بات فريش ويعملوا كل حاجات المانويل الماكله شويه هكا تحس المقرونه فرشكه نتاع نهارها يعملوها بون هي القريفته هما يقولوا قراتفه قراتفه يقولوا هما يتكلموا ما يقولوش قريتفه يقولوا قراتفه القراتفه وهي القراتفه خاطر هكا تتعمل هكا يمكن من الاسم هذاك اللي جاي من العجينه والكل مستوحى من العجينه فوالا يعطيك الصحه بون الوغ شنو يحطوا فيها هذه القراتفه القراتفه هي نتاعهم اللي هي القريتفه الطماطم والفلفل زينه والملح طماطم نجمه بيان سور اي طماطم نجمه احنا نطيبوها بالطماطم احنا ديما طماطم نجمه باهيه وماهيش قارصه والكونسيستونت وحمراء بالحق وتو لينا نجربوا فيها والعباد اللي ربحوا خذوها الكل جربوها وعجبتهم بون الو قلنا طماطم نجمه عندنا الفلفل زينه والملح والكركم والتابل والفلفل الشايح القرون والفول والفول والحمص والعدس والفول المصري والفول الشيح والفول التري الاخضر فهمتني هذوما الكل تبارك الله الكلها متنوعه يحب لها حطوه في الوقت هذايا نتاع حاجه جاريه نتاع حاجه جاريه يحطوا يحطوا الفول الشيح والفول المصري والفول الواحد والفول الاخضر معناها تبارك الله والعدس واللوبيا ويحب لها الشلبه 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 هي بال شنو هي الشلبه بال الحوت حط شلبة حط شلبة يذولي هكا حط شلبة زعما شلبة خاطر شيح شيح ويحطوا القرنيت الشيح والشويب اللي هما الكلامار هكا الشيح هذوما ثلاثة الشيحين اي شيحوا خاطر بعد على البحر هما راهو ديما في الجنوب ديما عندهم الحوت ديما شيح يشيحوه ويخليوه بيان سور العبد مش يحرم روحه خاطر بعيد يقول ما ناكلش شفناها احنا في الجنوب الكل يشيحوا الحوت جوستومون جوستومون اروى تو تشوف احنا لي منيو نتاعنا نتاع اليوم تاع قفصه الكلهم اباز دو فرو دو مير شيح الشيح الكلها شيحه معناها ما فماش حاجه فرشكه كيما في تقول في مستير ولا في بنزرت ولا في سوس البلدان القراب حتى احنا جينا الفرشك راه خاطر قراب برشا للولايات الساحل هكاك ولا الوغ قلنا نمشي وحنا للطماطم والفلفل زينه والملح والكركم والتابل والفلفل الشيح والفول الشيح والحمص والعدس والفول المصري والفول تري وعندنا الفرماس يحطوا الفرماس قلنا احنا شنو الفرماس اللي هو شنو الفرماس المشمش الشايح هما يستعملوا ياسر المشمش الشايح هكا يشيحوا المشمش ويبدا هكا ماغون ويرميوا اكل السته ثمانيه كعبات باش يخفوا كل لو سالي مع نتاع الفرو دو ميغ الملح واكل الشلبه والقرنيت والشويب بيان سور ما مش يبدا هو شايح مش يبدا فيه برشا ملح هكا ولا صحيتك هذاك يرميوا الفرميز ديما ترمي يرميوا يقول لك احنا اوش او قد يعني الفرو نتاع السكري سالي تخلي قلت لنا يخفف الملح نتاع الواحد بو ومن بعد لا اروى شو يعملوا بعد الفرماز يحطوا الكلافز ويحطوا السلق اي وعندهم الزيت الزيت اي وعندهم الثوم هذه بو احنا عجلنا عجينتنا اللي قلت لكم عليها هذيك وتتحل وتتقص كيما الرشته وتقعد غادي مغطيه ياخذوا مقفول ديما فيه ابوبخي 3 لتر دو ريت الجنوب جنوب ما يقليوش ما يقليوش وبلاش بصل سون زونيون وما يقليوش كيف نحن كيما في تونس وقروين الكل نقليو نبداو نقليو نقليو لا هما تو افخوا يحطوا كل شيء في البارد يعبيو المقفول بتاعهم بالماء البارد ايش يحطوا؟ يحطوا تو سكي الفول المصري والفول الشايح والفول الاخضر تري واللوبيا والحمص والعدس يصبوهم هما من اللول البقول الكل معناها موجوده البقول الكل يصبوهم هذوما الكل من اللول من بعد ايش ياخذوا يا اروى؟ من بعد يرميوا السلق والكلافس السلق والكلافس والزيت
هما يغليو ياخذوا شقيله صحيفه صغيره يحطوا فيها القبقيه تاع الزيت ويحطوا الطماطم والفلفل زينة والملح والكركم والفلفل الأكحل والفلفل والتابل والكروية وشوية ثوم الفاحات الكل يخلطوهم بالمغرفة يخلطوهم بالمغرفة ويصبوهم فك المقفول على الكلافز والسلق وكل البقول هذوك الكل هما يغليوا بالقدية هكا شوي يرميوا الشلبة والقرنيت والشويب يوم يقعدوا يغليوا بعد تحسهم كلها تابوا ووقفوا هكا على زيتهم وكل شيء اكل نوعصر هذيك اكل رشته هذيك اللي تقصت وكل اللي تعجنت هذيك في ميزون يبدا تبدا تجبد فيها تجبد فيها تجبد فيها تجبد فيها وتربيه تجبد فيها فوق البخار والبخار يسخن لها لابات باش تولي إلاستيكي باش تتحل هكا تتجبد وتيح في المقفول ديريك تهز من الطبق تعملها هاك وترميها فيك المقفول تهز الكعبه الاخرى تعملها هاك تحلها حتى لين توفك العجينه هذيك وهذيك هي القريطه نتاعنا ومن بعد يهرسوا لها الثوم والفلفل الشيح مره اخرى في الاخر ويعاودوا يحطوها هذيك في القريطه نتاعنا هذيك هي وتاكلوا بالصحه وهذيك هي القريطه كما رشتها اما سي اون فاسون نتاع القفصه فاصون اخرى تاع قفصه فاصون تاع قفصه خاطر يعملوا العجينه في الدار واعطيكم لي زانغريديون الكل هذوك اللي لا فيش تكنيك نتاعهم كيفاش هذه هي الروسيت الاصلانيه اللي تطيب بها في قفصه شكرا لكم مدام راقيه توا نخرجوا فاصل ونرجع لكم في الجزء الثاني من برنامج اكلات من الجهات اكلات من الجهات في مطبخ الحياه رجعنا لكم أعزائنا المستمعين في الجزء الثاني من أكلات من الجهات وشكر خاص للتحق بينا توا على 90.3 مش نكمل في الجزء الثاني مدام راقية مع العصيدة بالمرقة العصيدة بالمرقة هي العصيدة البيضاء بالمرقة تختلف شوية على العصيدة هي تختلف برشا. والله مش خطر هما ساعة الفاسون تاع تطيب العصيدة بتاعهم يظهر لي مش كيمنا احنا والمرقة بتاعهم تبدأ جيرية احنا مثلا احنا نعملوا احنا في زغوين نعملوا العصيدة بالشكشوكة تبدأ خاثرة الشكشوكة فوق العصيدة ودي العصيدة بالمرقة بتاعهم جيرية فهمت اذاك علاش قلتك تختلف اما القديد والطماطم والفلفل والفيح سي لا منشوف هو ديجا كي خرجنا وسألنا مدام راقي نقولوا العصيدة بالمرقة يقول لي البازين اي ريت البازين بتاع نتاع ليبيا يتشبه له شوية بون هي عصيدة بالمرقة ياخذوا البصل يقصوه قصوه جيد في 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 طنجره ويحطوا لها زيت القديد ويحطوا القديد هي دي تجي فيها القديد برشا قديد يعملوها برشا قديد اروى وطماطم الفرشكه طماطم حيه زيد طماطم كونسنتري وطماطم فرشكه فهمتي لازم زوز تتحط هذه وطماطم المعجونه اللي قلنا عليها ويحطوا فيها الفلفل الاخضر والتابل والكرويه والفلفل زينه والملح هذوما الكل تقليهم مع بعضهم فك الطماطم الحيه والطماطم المعجونه وبالبصل والقديد وتحط الثوم وتقليهم بعد تمرقهم بالماء وقت اللي تيب انت الصوص نتاعك ترمي الفلفل الاخضر وقت اللي ترمي الفلفل الاخضر تدفي عليها وهذيك طابت المرقه نتاعك تاخذ انت دولو بويونت يغلي ماء يغلي سخون ترمي فيه الفرينه وترمي فيه كاس زيت زيتونة وترمي فيه الملح بالزيت والملح والفرينة شفت احنا مثلا ما نعملوش العصيدة بتاعنا بالزيت هما يعملوها بالزيت واحنا مشوا في الماء يغلي في الماء البارد نعملوها ايه ريت هذاك علاش قلت لك يعملوها في الماء يغلي والله سبحان الله انا كريتك باش تعمل فيها هي تصب الفرينه فك الماء يغلي ونقول هذه باش تعجن باش تعجن باش تولي لها كعابر ويحب لها باش تثردها يحب تعرف هي صبت الفرينه في الماء السخون وهي الا في تغني هكا في صدارت وليت ما عادش تلصق انه كول بلو في الطنجره وليت تهز فيها كاينها كره ما بين المغرفه في الطنجره سي 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 بيزار فهمتني معناها هذيك الحكمه نتاع الماء السخون وبعد ثردتها حتى اللي نطاب زدتها الماء يغلي وثردتها مليح وبعد هزتها كي هبطت كي الكره وحدها معناها يمكن خاطر فيها الزيت سيدة. ممكن جو بونس لاستيس نتاعهم اللي فيها الزيت هي حطتها في الوحده التبسي وحطت قبل ما حطت في التبسي شو عملت هزت شويه يدي ماك المرقه
مرقة حطتها وبدات تدور بصوابعها هكا 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 حتى اللي تلمت، ومن بعد هزتها وقلبتها الفوقاني ولا اللوطاني وعملت حفره حفره هكا بالكدا هكا في الوسط مزيانة في الوسط، هزت اكل اكل القديد وكل وكل لي زانغريديون الكل وحطته في الوسط والمرقه الكل حطتها في الجناب، محليها ما شاء الله مزيانها وما بنها نصورها بنينه ياسر بنينه، يزو بالمغرفه فك الصوص وبعد يخرج لهم اكل البصل والفلفل والقديد وكل الفاح والكل، وهذيك هي العصيده بالمرقه نتاعهم لجماعه قفصه تحيه ليهم، حاجه بنينه برشا حاجه مزيانه كيف ريت انا كيفاش بريزونتي كيفاش ياكلوا فيها يسرح له حاجه تحفونا على الاخر حاجه بنينه حاجه ما نعرفوهاش حاجه بور نو سي نوفو معناها ما نعملوهاش احنا كيكه فهمتني اروى حاجه جديده بيان سور نصح الساده المستمعين اللي تبعوا فينا توا نقولوا لهم بالحق جربوهم خاطر حاجات بنينه على الاخر وصحيه تحسهم اصلا معناها بالحق تحس ما فماش التغديس في ما فماش معناها تحسها صحيه على الاخر وكل وتحسهم تاع الوقت هذايا هكا ولا ديجا القريف حاجه معناها جاريه تاع الطقس هذايا تاع بالمجد بالمجد به توا مش نتعداو الحساء المستوره المستوره هي معناها باش نقول للساده المستمعين اللي هي القطانيه القطانيه ما تبدا فك العرشه نتاعها في كل شيء هذيك علاش يسميوها مستوره في القفصه اي بالمجد هما عندهم طيبوا يسر بالقطانيه طيبوا يسر بالقطانيه ما يحطوش في اللي سوب بتاعهم كيف نحن نحطوا الزدر نحطوا السميد ونحطوا الحصو ونحطوا الفارينه نو هما يستعملوا كان القطانيه اللي هي اسمها مستوره مستوره ريت احنا قبل ما انا مثلا ما كنتش نعرفها احنا ديجا حتى كي نطيبوا بالقطانيه نطيبوا مثلا في سلاد ولا في حاجه ناخذوا كل الحكوك هذوكم يبداو ما مصبرين ولا نعملوا دي بوب كورن للصغار ولا نعملوها من شويه ساعات وقت اللي تجي القطانيه تيح نعملوها من شويه ما خممنا حتى مره معناها باش نطيبوها لا هما القطانية تعرف حتى يقشوا نحيوا لك الخضرة بتاعها ويحطوا ملح وماء ويصمتوها ومن بعد يشيحوها وياكلوها تبدا قطانية ان بو سكري سالي ماهي حلوة حلوة ومالحة بك الماء سي كوم ياسر بنينة معناها سي ياسر بنينة ويعملوها البوب كورن ويعملوها اون سلاد ويعملوها لي سوب برشا يخدموها برشا اللي هي يخدموا برشا سوب ديجا هذايا حساية مستورة معناها معروفة عندهم بالكدا هي هي القطانية سي لا سمول دو مايس نتاع القطانية الحساية المسوسة لا سمول دو مايس بون شو كيفاش هذه تتكتب هي هذيا مش اللي مش نعملوها المستوره اللي هي القطانيه مش نعرفش نرميوها هكاك معناها اللي مش يسمعنا مش نعرفش نرميوها القطانيه تو تشوفوها هذيا هذيا خاطر اللي يسمع يقول شنيا بيزار هذيا مش نحطوا القطانيه هما يعطيك الصحه في السؤال هذيا برافو اروى على خاطر هما يعولوا القطانيه راهو هما تو القطانيه هذيا الحسو نتاعنا بالقطانيه راهو ياخذوها ينحيوا القطانيه ويشيحوها ويهزوها للطاحونه ويرحيوها ويغربلوها وذيك تقعد العوله نتاعهم في القله نتاعهم ولا في ديجا موجوده في كل كوجينه موجوده في قفصيه عندهم القطانيه هذيك يعملوها بالخبز نتاعهم قالت لي نعجنوا الخبز نعملوا الفرينه والسميد ما نجموش ما نحطوش القطانيه في الخبز نقول علاش تقول لي تظهرنا سليجي تظهرنا خفيفه تجينا هكا معناها المطعم خفيف بنين منظرها مزيان صفرة فهمتي كيفاش يعملوا هذه الحسوب القطانيه المرحيه كما احنا نحطوا الحسوم واحنا نحطوا الخميره العربي الخميره العربيه القارصه ولا نحطوا الفرينه بالخل هما يحطوا القطانيه المرحيه القطانيه العربيه المرحيه هذه الحسوم تاعهم بون ياخذوا كما العاده توجور راهم هما ما يقليوش افخوا ياخذوا المقفول ايش يحطوا فيها يا اروى يحطوا فيه القرنيط الشايح المقفول ويحطوا السلق ويحطوا الكلافس ويحطوا البيتنجيل ويحطوا الجناري مش الجناري سامحني الكاروت السفناري هذو الكل قصوم تلفات صغاره ويحطوا الفرميس الفرميز العادي اللي هو نذكروا الساده المستمعين اللي هو المشمش الشايح الفرميز ايوا ويحطوا الفول الشايح ويحطوا الفول الاخضر ويحطوا الحمص ويحطوا الجلبانه ويحطوا الطماطم المعجونه طماطم معجونه نجمه بيان سور ويحطوا الفلفل الزينه ويحطوا الثوم والهريسه ويحطوا الكمون الكمون هذوما الكل يحطوهم افخوا ويبداو يغليو معناها يعني يحطوهم الكل في البارد مع بعضهم الكل يغلي وكما العاده نرجعوا احنا لل 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 شو اسمه هذاك الحسام تاعنا يعملوا افخوا كل شيء في الماء البارد وياخذوا صحيفه
ويحطوا طماطم والزيت والهريسة واللفاحات يصبوها فوقك السلق وسف النيرية والجلبينة اللي قلت لكم عليهم الكل ذوك يصبوهم فوق في المقفول أفخوا وبعد يصبوا هالزيت والطماطم والكل بعدهم ومن بعد هما ياخذوا الكيس هكا معناها يقولوا هما القطانية اللي هي المستورة معناها الخليط هذا يكون نخليه يغلي شوية يقل شوية هذاك يغلي على روحه قلت لك أفخوا تحط الجلبينة والفول الأخضر والفول هذاك الكل فهمتني والقرنيت الشيح الكل يتيبوا أباز دو سوب كما الأخرين الكل فهمتني ومن بعد تاخذ صحفة تحط الطماطم والهريسة وكل فحات الكل وتخلطهم وتصبهم فوقها تخليه تبدا هكا تقر زيتها وركحتها وكل شيء تاخذ من الجو هذاك اللي طايب يبرد شويه وتحط كيس مستوره اللي هي القطانية المرحيه والمحطوطه كيما الفارينه وبعد يصبوها ويبداو يحركوا حتى تخثار وهذيك هي الحساء المستوره نتاعهم اللي هو ياكلوه ويحبوه برشا وسيلوغ زابيتود نتاعهم مبنين برشا معناها مادام بالقرنيط الشايح وفيه كل الخضره يعني الخضره فيه الجلبينه والوصف النارية والبقول كل اللي عندك الكل الحمص العدس اللوبيا الفول الشيح الفول الاخضر الفول لاحظنا انهم ياسر يطيبوا معناها بالبقول وبالخضره وبالحوت الشيح برشا معناها ديجا ماكلتهم كما قلنا يطيبوا ياسر بهذوما يطيبوا ياسر بالبقول هذوما لي زانغريديون هذوما يطيبوا بهم برشا هذوما ياكلوهم عندهم حاجه وقالت لك نعملوا برشا المايس هذيا بور لي زانفون يعملوه في المسخون ويحطوا فيه شويه ملح ولا شويه سكر ولا شويه عسل قد ياكلوا الصغار ياكلوهم ياسر المستوره اللي هي القطانيه اللي هي القطانيه ولا المايس تاعنا شكرا لك مدام راقيه شكرا لكم اعزائنا المستمعين احنا توصلنا لاخر الجزء الثاني ما زلنا متواصلين معاكم في الجزء الثالث والاخير اللي مش نعلنوا فيه على اسم الفايز بالمسابقه تاعنا اللي هي من اهداء نجمه نخرج فاصل وبعد نرجع لكم أكلات من الجهات في مطبخ الحياة رجعنا لكم أعزائنا المستمعين في الجزء الثالث والأخير من أكلات من الجهات كنا في الجزء الأول وفي الجزء الثاني طيبنا مع بعضنا القريفطة العصيدة بالمرقة حساء مستورة وتوقع عدنا السليقة وهريسة الحلو هكا ولا سليقة اسمه محليه اي سليقة القفصية سليقة القفصية هي توجور اباز دو مستورة راه المستورة المايس ديما هي المايس يعطيك الصحة ديما هي القطانية اما هي تتعمل سليقة هي سليقة هي القطانية المستورة اما هي سليقة سي القطانية نوتخ فاسون مش البودر كيما تاع المستورة يعطيك الصحة فوالا هذه مهروشة هذه المهروشة المهرسة يهرسوها بالمهريس هي اسمها سليقة خاطر يهرسوها بالمهريس فهمتني بون ديما توجور دون لو فرواد في البارد في البارد ما يعرفوش يقليو وما يطيبوش بالبصل كان شاكا شكشوكه ولا حاجه هكا ولا المرقه تاع العصيده ولا كسكسي نتاعهم اما هاللي سوب هذوما الكل بلاش بصل بلاش بصل سي بيزار شفت ما يعملوش البصل لا احنا نحطوا ديما احنا نحطوا البصل في اللي سوب نتاعنا والله ما نعرفش كيفاش هكا كل بلاد ورطاله كل بلاد ورطاله عندهم لي ميثود نتاعهم وبنين معناها فيهم مطعم بنين ولذيذ معناها مش حاجه هكا مش بنينه ولا ماسه بون المستوره هي تاخذ ديما المقفول بتاعك بتاع بالماء اش تحط فيه هذايا يا اروى تحط فيه الفول الاخضر واللوبيا والفول الشايح والقرنيط اما فخي ولا شايح قالت لك انت واش عندك اما اكل مسكي القرنيط الصغير المسكي وما قالت لك احنا يجيبوه في المارشي نتاعنا ويبيعوه شايح في الاسواق نتاعهم يعني عندهم لي دو والحمص ولا هذوما الكل تحطهم مع بعضهم واش تزيدهم تزيدهم القرع الاخضر الصغير اسمه هو الفركوس الفركوس قبل القراع الكبير الاخضر هذاك عرفتوا بوتو الزينه احنا نتاعنا ياخذوه الصغير بكل على ود ما يطلع هذاك هما يسميوه الفركوس يقولوا الفركوس هذاك هو القراع ونحط ويحطوا السلق انت ديما مدام راقي تحاول معناها بالحق تعيشنا في وسط المدينه حتى معناها التسميات نتاع الاكلات نتاعهم والتسميات نتاع كل شيء تحاول بالحق توصلها لنا تلك اللي
فوالا جوستومون اروى خاطر انت مادامك مشيت باش تطيب لازم تاخذها كيما هي السبيسياليتي نتاعهم. كي باش يقول انا قرع اخضر وهو وهي تقول لك احنا نحطوا فركوس، قلت لها شنو الفركوس؟ قالت لي هو تقول لي القرع الاخضر هذاك هو معناها القرع نتاعنا الاخضر اللي احنا نطيبوا به هذاك حبر ما يكبر دوب بلاش اسمه الفركوس. معناها حاجه باهيه واحد والله بالطبيعه يشوف السام نتاعهم كيما المشمش الشيح الفرماز انا ما كنتش نعرف زيد اي ولا لا كنتش نعرف سي فغي. ومن بعد يحطوا لوبرجين يقصوه جيد هذا الكل في البتنجيل البتنجيل ويحطوهم الكل معاهم اللفحات هذيك نتاعنا الفلفل الزينه والفلفل الشيح والتابل والثوم والكرويه والطماطم وديما هذيك يعملوها يعملوهم ديما قلت لك في صحفه ياخذوا الزيت والهريسة والطماطم وفلفل زينة وفلفل تابل والكركم والكروية والملح في الفلاكحل يحلوهم يحلوهم ويصبوهم آخر وقت في الفكر المقفول على كل خضرة هذيك. وشي الخضرة هذيك هي كلي الفول الأخضر واللوبيا والكلافز والسلق والقرع الأخضر اللي هو الفركوس واللوبرجين هذوك الكل يصبوهم مع بعض. شي ياخذوا تاخذ لك القطانية تفركها القطانية فهمتي تفركها ومن بعد هذيك بعد ما تفركها اروى تاخذ تاخذ المهريس وتحط فوقها قرين فلفل احمر احمر فري فرشكه وتهرس تهرس 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 تولي كومون بات مي ما يلزمهاش تتهرى برشا تبدا كيفاش شاده روحها شويه شاده روحها ماكا مهروشه مهروشه شويه مش مرحيه مش كيما لحسو فهمتي مش كيما لحسو اللي احنا قلنا مقبل كاسيت اون بودغ سي لا سي لا سمول دو مايس معناها هما ديجا يهزوه يحيوه عند الرحايه. اما هذي اللي تلقى عندهم الدبابز نتاعهم محطوط في الدار في الدار يحطوا له الفلفل الاحمر باش يتبل شويه باش يتندى شويه وكي يهرسوه اكل الفلفل يدخل فك الحبه ويهرسوه يهرسوه وفي الاخر بالكل يصبوه فك الطنجره هذيك اللي هي نتاع السليقه نتاعنا القفصيه ويحركوه كيما لحسوه اما هي بالقطانيه المهروشه يعني مش بالقطانيه او بودغ كيما لحسوه سي لا لو مايس غرانولي مهرس معناها مهرس فهمتني كيفاش هذيك يصبوه وفي الاخر بكل شي حطوا له يا اروى ياخذوا الثوم والكمون الفرشك الكعب والثوم ويهرسوه يهرسوه 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 ويصبوه في المقفول هذيك ويحركوه باش الكمون والثوم يعطي المطعم مع القطانيه ومعك السليقه نتاعنا القفصيه هذيك وهذه الماكله نتاعهم الكل راهي توا في الخريف الكل ماكلتهم قالت لي احنا الماكله اللي اعطتها لنا الكل معناها اون اد لا شانس عندنا الزهر اللي احنا مشينا وخذينا معانا معلومات الكل خاطر هي الماكله نتاعهم تتعمل في الخريف توا وقتها في اخر الخريف في اخر الخريف معناها عندك الشهرين هذوما كل ياكلوا فيها معناها قالوا لنا عليه يعملوا فيها فهمتني وهذه السليقه نتاعنا معناها اللي هي بنينه على الاخر معناها حسب ما شفناها هكا ولا اي وتحط لها القارص في الاخر يحطوا لها القارص هذيا وياكلوها هذيا لا سوب نتاعهم زاده بالقطانيه ياكلوا برشا المستوره ياكلوا برشا المستوره اللي هي راهو القطانيه معناها ما تقولوش هي المستوره راهي هي القطانيه سي لا سي ميس القطانيه نتاعنا يعملوها هما برشا حاجات ياكلوها دوليسو معناها هي راهو صحيين بيه بالطبيعة توا الصحة هذه القطانية صحيين معناها حاجة هايلة وحاجة بنينة وحاجة معناها بور لا سونتي سي 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 بيان سي تخي بون قلت احنا نعملوها للصغار نطيبوها ونصبوا لهم عليها الحليب نصبوا لهم على لي كونسونتخي نحطوا العسل يشيخوا عليها قالت لك احنا لي زونفون نتاعنا ابارتيغ دو 3 موا ياكلوا القطانية حتى لين يكبروا نشيو من الفارماسي احنا السيريلاك ونشريو هذيك القطانيه راهي السيريلاك وكل شيء بالطبيعه الحبوب الكامله ديجا عندهم هما القطانيه نتاعهم يخدموها في الدار ويغربلوها وهذيك سي بور لي نوفوني بور لي بيبي نتاعهم ياكلوها باهي توا بيان سور وصلنا لاخر البرنامج اما بالطبيعه يلزمنا حاجه حلوه اي حاجه الحلوه هذيك الباز الحاجه الحلوه هذيك الباز نتاع البرنامج تاعنا ديجا نقولوا احنا معناها نهار تعب نهار كامل وكل شيء ماذا بينك القهيوه هذيك القهيوه العشيه حويجة وبيان سور جينا انا نخمم في الصغيرات اللي هي اللمجه نتاعهم لازم تكون صحيه نجموا حتى نعطيوها للصغيرات هذيا اللمجه هكا ولا اللي هي الهريسه هريسه الحلوه هريسه الحلوه هي سبيسياليتي قفصه هي نتاع قفصه يعملوها برشا
خاطر ديما اباز هما دو مستوره بالقطايف نتاعهم وهذه مخدومه شويه بالقطاني يخدموها بالقطاني يخدموها بالقطاني شفت كيفاش حتى الحلو نتاعهم يعملوا بالقطاني معناها سي فريمون سي معناها يعطيهم الصحه تبارك الله عليهم كيفاش عندهم حاجات من القطانيه عطاوها ياسر قيمه معناها هما استمتعوا منها برشا حاجات عملوا منها حلو ملح وسالي وسكري ومتاع ماكله ولصغارهم شفت قداش من حاجه تعملت بون هي الهريسه الحلوه نتاعهم بالمستوره ومعها السميد خاطر المستوره وحدها ما تشدش خلطوا سميد ومستوره الوغ شو ياخذوهم ياخذوا اربع كيسان زوز سميد خشين وزوز المستوره اللي هي القطانيه نقعدوا ديما نتكلموا كيما جماعه قفصه باش ما نخرجوش من الغوسات هذه تبعتهم هما الوغ تعمل زوز مستوره اللي هي قطانيه وزوز سميد خشين ومن بعد تاخذ تحط لهم شويه ملح وانت اونتخ تون اش تعمل يا اروى تاخذ زوز كيسان سكر اربع كيسان ماء تاخذ شطير كعيبة قارص وتحطهم سيغ لو فو تو بريبار طون سيغو تعمل سيغو هذا سيغو نتاعنا دوب ما يغلي وتحسه مش عقد برشا معناها كلي جاري فهمتني كيفاش انت اش تاخذ تاخذك المايس نتاعك والسميد نتاعك تخلطهم تحط لهم الملح تحط لهم كيس زيت فيجيتال معناها زيت نباتي فوالا وتحط لهم كيس حليب وتحط لهم قطرات من روح اللوز تحط لهم اغوم دو فاني اللي هي باكو سكر فاني وتاخذ لو ميكسور نتاعك اكل بلونجور تعملها تاف 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 حتى تحسها دخلت الكل في بعضها بك الزيت وبك الحليب وبك السيرو هذاك اللي انت حطيتو السكر وزوز كيسان سكر وكاس زيت وكاس حليب روح لوز واغوم دو فاني خلطهم الكل بالميكسور هذو ما قبل بعد صب عليهم اكل قطانيه اللي هي المستورة زوز كيسان مستورة وزوز كيسان سميد خشين مع شوية ملح تعملهم بالبلونجور وبعد تصب هذيك تخلطهم هكا بالمغرفة وبعد تاخذ لو بلاتو نتاعك اللي باش يدخل الكوشة وتصبها تبدأ علوها أببخي 3 سنتيمتر تحطها وتحطها في الكوشة قبل ما تحطها في الكوشة حاول باش دوبة تجرحها جرحها كرويت كرويت مش با اون بروفوندور اي باش ما تقولش هذيك تقمرها معناها تقمر فيها او شي تجيك لاستيوس علاش خاطرك باش تدخل اللوطه بالكل من بعد كي تدخل كوشه باش تجبد وتولي كل كارو وحده يعني فو با يلزم اللوطان يقعد صحيح والفوقاني مجرح شويه فهمت كيفاش فهمتك من بعد انت تخرجها من الكوشه تشقها بعد ما تطيب تشقها ومن بعد تغوز بالسيرو اللي انت طاب هذاك وكل شيء وتخليها تبرد 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 بالكدا ياخذوا هما شتربك وزبده شتربك وزبده يذوبوه حتى لين يولي ليجيرمون مارون مش يتحرق ما غوسيغ سي لو بوغ غوسي يعني يبدا كان مستحمر شويه ومن بعد بالمغرفه يصبوه بالفوق بالكل بعد ما يسقيوه خليوها ليله كامله كل بقلاوه وبعد يرشقوا فيها الزوز ولا كعيبه لوز ويقصوها يحطوها في صحن يحطوها في 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 صحين ويعطيو للصغيرات وتاكلها ياسر بنينه بالقطانيه وبالسميد بنينه على الاخر هذايا مش كيف الهريسه الحلوه نتاعنا احنا هذيا بالوحده بالمايس نتاعهم اللي هي القطانيه معناها حاجه جديده بالحق حاجه جديده تحسها وخفيفه بالقطانيه وتحسها تتاكل معناها تنجم تاكلها كلي من غير ما تتقلق وتعطي منها لصغارك تجي معاك كاس تاي قهيوه كاس حليب الصباح ماهيش قويه ما تتكلفش برشا ما فيهاش فيك وما فيها حتى شيء معناها سهله وموجوده ديجا في كل دار الحكايات هذوما معناها حتى لو كان لهنا تنجم تشريها معناها المايس تشري لهنا ويتهرس ما في حتى شيء ماهوش حاجه كبيره اي موجود وتعملها شطر وتعملها كيما لا غوسيت نتاع حموم هما اللي شفت احنا تو اليوم طيبنا برسك خمسه حاجات كلهم بالمايس كلهم بالمايس
يعطيك الصحة مدام راقية. توا وصلنا لآخر البرنامج وبالطبيعة مش نشوفوا شكون ربح في المسابقة كما كنا نشوفوا بكري في الفيديو. نلقاو زوز اللي جاوبوا بالصحيح قالوا قفصة، سي محمد الجابسي وسي حميد أحسير، هذوما الزوز اللي ربحوا في المسابقه. وتو مش نشوفوا احنا مش نعملوا تيراج وصار، نشوفوا معناها شكون سعيد الحظ معنا اللي مش يربح كادو من اهداء نجمه كما كنا نقولوا، هو سي حميد دحسير ومحمد الجابسي. ومع بعضنا نشوفوا معناها ديجا نشوفوا شكون هذايا. والرابح معانا هو سي حميد أحسير، نقولوا له ألف ألف مبروك، الكادو متاعك من إهداء النجمة، نكلموك جي تتسلم الجائزة متاعك. شكرا لك مدام راقي على حضورك الراقي معنا في البرنامج بتاعنا. شكرا لكم اعزائنا المستمعين اللي كنتوا تتبعوا فينا، كان فاتكم الفيديو والمنيو بتاعنا بيان سور تمشيوا للباج اوفيسيال فيسبوك بتاعنا الحياه فهم، وتلقاو لي روسيت بتاعنا الكل بتاع المناطق اللي احكينا فيهم الكل ولايه تونس. كنت معكم اروى غيث كوتي ميكرو، امنا بوخيت في الاخراج التقني، محمد قدح امن لكم الديجيتال. أكلات من الجهات في مطبخ الحياة.